العنف هو مسألة غير مستجدة في تونس. احنا تقريبا منذ تأسيس الجمعية في 89 وبعث مركز الإنصات والتوجيه النسائي لضحايا العنف معناها سنوات قليلة بعد تأسيس هذا المركز، بدينا نحكي على العنف المسلط على النساء. ونتذكر وقتها الدولة التونسية لم تعترف إنه ثم عنف، والنسب كانت مهمة معناها وتثير الانتباه، وخرجنا البيانات في المسألة هذيا وبدينا نخمم في قانون يحمي النساء. صحيح احنا المعروف على تونس في علاقة بالنساء القوانين متقدمة، القوانين منصفة ونافذة في علاقة بحقوق النساء، لكن هذا لم يكن كافي. وقعدنا على مدى سنوات نناضل من أجل اعتراف بالعنف. نتذكر احنا بدينا حملة سكت النقمة والعنف المضرة، كان شعار من شعارات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية من أجل مجابهة هذا العنف المسلط على النساء. نحن في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية نشتغل على المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال. وكي نقولوا مساواة معناها تشق كل ما يتعلق بالمجتمع التونسي، كل ما يتعلق بالنساء. أهم حاجة اليوم احنا نشتغل عليها وسنقود حملة في هذا هي اعتماد مقررات النوع الاجتماعي في ميزانية الدولة. ميزانية الدولة كل مرة تهمش النساء ولا تعطيهن الاهتمام اللازم، وهذا نحن نعتبره عائق في تواجد النساء.